الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يعني نشكركم على حسن متابعتكم معنا، وبنهني الشعب المصري أمس على الفوز في الدور قبل النهائي ووصول مصر للنهائي في كأس أفريقيا، وبنهني الفريق المصري كله والشعب المصري والأمة العربية، وخاصة النجم الكبير عصام الحضري وكل من معه في الفرقة. اليوم هيكون لقائنا عن حاجة اسمها البالونة والفنكوش. هي مش معنا البالونة بالونة، يعني المفروض تكون اسمها الفقاعة أو اللي هي والفنكوش. يعني ايه الفقاعة والفنكوش؟ نمرة 2. انتوا كلكم طبعا فاكرين الفيلم بتاع عادل امام اللي هو مش عارف اسمه ايامنا ولا يوم بيوم، واحده بواحده. وبدأ هنا الصوره دي بتعبر عن مجتمع او علماء او قاده مجتمعيين بيحجموا او بيصغروا الكبير وبيضيقوا الواسع، سواء كان في الفقه الديني او كان في العمل المجتمعي او كان في الديمقراطيات السياسيه، ضيقوا وبيدخلوا نفسهم في الفقاعات دي ما بيعرفوش يخرجوا منها، بيزنقوا مجتمعهم في داخلها. دي عقليه لابد ان ندرس كيف نتعامل معها ونغير من فكرها. اما الفنكوش فده واقع اليم حاصل، بيترجمه الفيلم اللي مثله الله يرحمه احمد بدير والممثل الكبير القدير عادل امام، واللي دار بينهم حوار على شيء ما كانش موجود. فلما اقنع عادل امام احمد بدير بالفنكوش، هي كانت فكره احمد بدير عجبته الفكره فنشرها في حمله دعائيه تلفزيونيه وخد يصيف معاه اسبوعين خارج القاهره. وهو هناك بيكلم عادل امام هو ايه احد النصابين، فبيقول له ايه، بيقول له لازم مصر كلها تعرف ان الفنكوش وصل. وصاحب الفكره ما كانش عارف، قال له ايه، قال له الفنكوش ده يطلع ايه، قال له الاعلانات مغرقه الدنيا يا صلاح. لا، فصلاح اكتشف ان في مصيبه حصلت، قال لازم نرجع مصر حالا دلوقتي. قال له ليه؟ قال له لازم نرجع مصر حالا لان مفيش حاجه اسمها فنكوش. وانا عملته عشان اكيد واحده اسمها زيزي روك او حاجه زي كده. نزلوا مصر القاهره يعني، راح الشركه فلقى كوم كبير جدا من الجوابات موجوده هناك، قعد يفتحها. وصاحب الشركه كان طبعا بيولول ويصوت ويندب حظه ان شركته هتفلس. فرجع له النصاب اللي كان اسمه صلاح اللي هو عادل امام وقال له ايه؟ قال له لازم نخلق الفنكوش. لازم نخلق الفنكوش. فقال له شوف يا علي، الجوابات دي كلها طالبه اننا نعطيهم الفنكوش. عندنا طلبات بنص مليون جنيه. كلهم طالبين الفنكوش. من عدل بقى ان احنا لازم نديهم الفنكوش يا علي. لازم يا علي نديهم الفنكوش. فعلي بيقول له طب الفنكوش يطلع ايه؟ قال له يطلع اي حاجه. المهم ان احنا نديهم الفنكوش. يطلع زي ما يطلع. فقعدوا يفكروا في الحدوته دي كلها. فعادل امام احد ايه حاول يقترح او يقنع احمد بدير، يقول له ايه؟ انت يا علي اخترعت اسلوب جديد في الدعايه، بعت منتج او سلعه مش موجوده. حملتك الدعائيه كانت قادره على ان تقنع الشعب ان في سلعه تتباع، السلعه دي ما كانتش موجوده قبل الحمله الدعائيه واصبحت موجوده بعد الحمله الدعائيه. يبقى يا علي لابد نبيع لهم الفنكوش، والفنكوش ده يطلع زي ما يطلع من العدل. طالما احنا وجدنا الفنكوش نعمل الفنكوش ونبيع الفنكوش. ايه اللي بيحصل؟
ايش دخل الكلام ده كله في المنكوش؟ ايه هو الفنكوش؟ ارجع بقى تاني، انا نسيت حاجه. فنكوش يا شباب بدون مزايده كده، وانا مش هتكلم فيه النهارده بس دي كانت مقدمه. فنكوش هو الارهاب اللي صنعوه الناس دون ان يعرفوا ايه هو تعريف الارهاب، ومضت عليه 180 دوله. فاحنا عايشين في الفنكوش بتاع عادل امام وبتاع احمد بدير. ها احمد، سوري احمد رادب، سوري انا اسف لاحمد بدير، الفنان احمد بدير، الله الفنان احمد بدير انا اسف له يعني. الفنان احمد رادب، ها احنا عايشين في السيناريو بتاع الارهاب اللي هو اللي بيمثله في الدور هنا عندنا عادل امام واحمد راتب، مش الفنان احمد بدير، مع الاعتذار للفنان الكبير احمد بدير. ايه اللي بقى كده؟ هنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم على كل الوسائل دي اما نهضه او فنكوش. اما نهضه او فنكوش. لو تعاملنا معاها بالطرق القيميه الاخلاقيه اللي احنا نبني من خلالها مجتمع يبقى هتبقى نهضه. لو اتعاملنا معاها بطريقه عادل امام واحمد بدير يبقى احمد راتب، سوري انا اسف تاني، واحمد راتب راح نطلع عليه يبقى فنكوش. يعني الفنكوش السيناريو حصل والنهضه اللي هو اللي احنا بنتكلم عنها. اهم مشاكل بتواجهنا فعلا في المجتمع اللي بيخلينا يبقى مجتمع فنكوشي، ها داخل بالونه من البالونات، هي الشباب والزواج والطلاق. اهم عنصر عندنا في المجتمع بتاعنا هو عنصر الشباب اللي احنا بنحاول نغيبه دائما وابدا في اشياء التعليم. شوفوا نسب الطلاق في كل 1000 زيجة هتلاقي مثلا في أوروبا البرتغال 68 في 1000، جمهورية التشيك 66 في 1000، أسبانيا 61 في 1000، كوبا 56، فرنسا 55، الولايات المتحدة 53، ألمانيا 49، وبعدين كندا 48، وبعدين المملكة المتحدة 47، وبعدين أيرلندا يمكن منها متدينة شوية وصلت نسبة فيها 13. اما بالنسبه للدول العربيه فنجد ان الكويت كدوله، طبعا كل دي احصائيات من الامم المتحده 2015، كل الدول اللي الكويت 42% ليه دوله عربيه مسلمه يبقى 42% نسبه الطلاق فيها في كل زيجه. مصر فيها وصلت ل 40%، لبنان 37 في سوري 37 في ال 1000 مش في المية، في ال 1000 دي في ال 1000 كلها مش في المية، في ال 1000 مش في المية، لان دي 37 هي نسبه 37 في الألف، كل دول في الألف مش في المية. قطر 32، الأردن 25، الإمارات 34 وهكذا. قد يكون هنا في عامل اقتصادي قوي إن المرأة غنية في بعض الدول زي الكويت وقطر والإمارات فعايزة تكون مستقلة عن زوجها، وقد يكون في بلد زي مصر أو السودان أو آخر الحالة الاقتصادية تعبانة شوية فبينفصلوا. هنا طبعا كل الاسباب موجوده، انا هبقى هشرح الاسباب بعد كده، هو مش هخش فيها بالتفصيل. طبعا دي احصائيه اخرى من مركز ثاني، من اهم الاسباب سهوله الزواج للمره الثانيه، ده في بعض البلاد الخليجيه، ضرب الزوج للزوجه، عدم قدره الزوج على تحمل المسؤوليه، رفض الزوج، زوجه تتقبل تبع زوجها، واشياء كثيره جدا موجوده عندنا هنا. لكن لما نرجع مره ثانيه لاول شريحه اللي هي الشريحه اللي قبل دي، احنا بنقول للشباب ان الجواز مش فسحه. الجواز مش واحد ماشي مع مزه شكلها حلو بيفرجها على اصحابه، فرج اصحابه عليها. الجواز يا بنتي مش انك هتتجوزي واحد شوفي شوفي يا ناني انا جوزي طوله 185 سنتي وطويل وما عندوش كرش، ياي ناني ترد عليها تقول لها ايه؟ شوف يا 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 توتو انا جوزي صحيح اعصر من جوزك شويه بس دمه خفيف وروش وكذا وكذا وكذا. ده مش جواز، ده مش جواز، ده واحده عايشه تمشي في الشارع ومعها جوزها زي الشنطه تحطه في ايدها او تعلقه على كتفها، والتاني ماشي مع واحده عايز يفرجها لاصحابه الى اخره، فده مش جواز. فده بيؤدي الى اول عقبه في بناء اي مجتمع، ويدخلنا في مجتمع الفنكوش اللي بيتكلم فيه عادل امام واحمد
راتب الحمد لله ألف سلامة أحمد راتب. نخش على النقطة الثانية اللي هي مهمة جدا في بناء المجتمع اللي هي الأم والأسرة والمجتمع. إحنا عايزين من الزواج بناء أسرة. ليها أم اللي هي مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فهو ده اللمدة الأساسية في بناء هذه النهضة وهذه الحضارة وهذه الثقافة إلى آخره. فإذا تحمل الشاب والشابة المسؤولية في بناء الأسرة أصبحت الأسرة دي مجتمع. أصبحت الأسرة مجتمع. والجواز زي ما قلنا جواز مسؤولية. الجواز مش ليلة الدخلة. الجواز مش أوضة النوم. الجواز مش واحدة روشة وواحد روش وواحدة مزة وواحد روش، لا، كل ده مع الأطفال يتلاشى. الجواز تحمل مسؤولية وبناء مجتمع. فالشاب لابد أن يكون قادر على تحمل المسؤولية وبناء المجتمع والصبر. والشابة كذلك لابد أن تكون قادرة على بناء الأسرة وتتحمل المسؤولية وبناء أسرة اللي هي بناء المجتمع. ده النقطة الأولانية في بناء النهضة اللي بنتكلم عنها أو مجتمع الفنكوش بتاع عادل إمام اللي كنا بنتكلم عنه قبل كده. نخش للدور هنا بعد كده. هو من أهم مقومات بناء النهضة اللي هو التربية والتعليم والمعرفة. زمان يمكن من 100 سنة أو حاجة زي كده كانوا الوزارة التربية والتعليم، دلوقتي بيسموها إيه؟ وزارة المعارف. والمعرفة أشمل من التربية والتعليم. تحولت إلى وزارة التربية والتعليم، تحولت إلى وزارة التعليم. يعني شلنا منها المعارف اللي هي تعتبر هدف كبير جدا، وشلنا منها التربية وعملناها تعليم فقط. التعليم هو يعتبر لمحاربة الأمية فقط، أما المعرفة اللي هي لبناء الإدراك والوعي المجتمعي عند الطالب في المدرسة. فاختزلنا التعليم من معرفة وزارة المعارف إلى تربية وتعليم إلى تعليم مش عارف بعد كده هيسموه إيه. فده في منتهى الخطورة، لأن لابد أن نعرف أن التعليم هو أساس بناء المجتمعات وأساس بناء النهضات وأساس بناء الحضارات. في دول شغل بتاع التربية خالص. ما مش شغل من زمان، مش شغل من زمان. فكان خرجنا من المعرفة للتربية والتعليم للتعليم فقط. فما فيش حتى مدرسة أصلا ما فيهاش أسلوب للتربية. الميزانيات اللي بتنفق على وزارات بنسميها تعليم دلوقتي ولا التربية ولا كذا ولا كذا ولا كذا من ميزانيات زهيدة 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 زهيدة. أنا أتذكر إن الدكتور مهاتير محمد في ماليزيا أنفق على التعليم في ماليزيا قرابة 23% أو 22% من ميزانية الدولة على التعليم بكافة مراحله لمدة 20 أو 23 سنة لو قعد فيهم رئيس وزراء. فخرجت ماليزيا من دولة متخلفة، دولة ضايعة في آسيا، إلى أصبحت من 9 النمور الموجودين حاليا في آسيا. يبقى أساس النهضة وأساس بناء المجتمع أو الفنكوش هما الأسرة والأم والتعليم كذلك. نرجع بقى للشريحة بتاعت الأمية عندنا، ودي العقبة اللي احنا بنتكلم عليها، إن نلاقي الأمية في مصر 24% والأمية في السودان 24% تقريبا، في موريتانيا تقريبا 48%، في المغرب 28%، في الجزائر 13-12%، السعودية الدول الغنية شوية فيها بتتراوح من 5% ل 2% في قطر. بس من أجمل الإنجازات هو المجتمع الفلسطيني اللي الأمية فيه 3.3%، لأنه لم يتأثر لا بالناحية الاقتصادية أو الحصار أو التهميش أو الآخر. فهذا حال الأمة العربية في الأمية، مش فقط في التعليم، في الأم مش فقط في المعرفة، في الأمية. ده قبل أن نخش الإدراك والوعي فيما بعد. بعد ما بناء المعرفة داخل المدرسة، يدرك الطالب
يدرك الإدراك ده شيء مهم جدا، إنك تدرك ما تستطيع أن تتحمله وتحمله الآخرين وما يدور حولك في المجتمع. إدراك أول شيء، بعد المعرفة وبعد الإدراك تحصل حالة الوعي عند الشاب والشابة. بعد الإدراك إن في هنا خطر أو في هنا مصيبة أو في هنا فرصة أو إلى آخره، يبتدي يكون عندك وعي. الوعي ده معناها إيه؟ معناها إن أنت هتقف للتصدي لهذا الخطر أو التصدي لهذه المصيبة ومنعها أو استثمار هذه الفرص لمن؟ للمجتمع. للمجتمع اللي بدأت تربيه الأم، ها؟ اللي اتبنى في أسرة قوية وشباب واعي. بعد أن يدرك، بعد المعرفة، مرحلة المعرفة، بيجي يدرك الشباب إن في أشياء خطرة على المجتمع. المجتمع العربي، المجتمع المسلم، المجتمع في أي بلد في العالم. يدرك فيبتدي إيه؟ يزداد الوعي عنده والحس، فيقف الوقفة اللي احنا بنسميها المناصرة، اللي احنا بنسميها بالإنجليزي الأدفوكاسي، ودي موجودة في القرآن من أكثر من 14 قرن. في سورة الماعون اللي هي أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو الذي يكذب الدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض، اللي هي كلمة الحض اللي هي المناصرة اللي هي الأدفوكاسي. كلمة الحض اللي هي المناصرة الأدفوكاسي، اللي هو بتجعل الذي لا يشيع وينصر الفقير ولا يشيع حاجة المسكين ولا يتكلم عن دعم اليتيم كالذي يكذب بيوم الدين. يبقى شوف، تربية، تعليم، معرفة، إدراك، وعي، مناصرة. سلم بنطلعه، سلم بنطلعه لكي يستطيع الإنسان يقف أمام العالم كله، ها، ويناصر هذا اليتيم ويناصر هذه الأرملة وناصر هذا المسيح. بغض النظر، القرآن لم يذكر اليتيم كأنه مسيحي أو مسلم أو كافر أو يهودي أو أي شيء، لا، الذي يدعو اليتيم دون تحديد، والذي لا يحض على طعام المسكين وفتحها. لذلك احنا ما نحط البالونه تانية يا البالونه. لما نرجع للبالونه، ربنا قال اليتيم، لا انا عايز بس اليتيم بتاع قريتي او اليتيم بتاع مذهبي او اليتيم بتاع حارتي او اليتيم بتاع، لا، ربنا قال الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، والمسكين هو اي مسكين في العالم. يبقى الذي يكذب بالدين هو الذي يتعامل بطريقه سيئه مع يتعامل اليتيم بطريقه سيئه ولا يحض على طعام المسكين بالعموميات وليس بالخصوص. فهنا لما بنيجي نقزم عملاق، يبقى احنا بنقزم الدين لعدم فهمنا الدين او لتحويل الدين لمذهب سياسي. رجع لو سمحت. مجرد العمل الفرد ده ما يبتدي يكون مناصرة، ندخل مع الشباب ماذا نفعل في المجتمع بقى؟ بعد ما تعلمنا وأصبحنا ندرك وأصبح وعينا موجود وعايزين نقف كده ننتصر لبلدنا. ده ما الشباب أمس قاعدين فرحانين جدا في كل مدن مصر عشان مصر كسبت، ننتصر لشبابنا وننتصر لسوريا لبلدنا إلى آخره. يبقى احنا بنعمل إيه؟ نعمل مبادرة. يعني إيه مبادرة؟ نعمل أي شيء نبادر بيه للتصدي لهذا الخطر المجتمعي او الاستثمار في بناء هذا المجتمع كمبادره صغيره، ونحول هذه المبادرات الى جمعيات مسجله رسميا في الدوائر الحكوميه اللي من بعدها بنبني بيها مجتمع مدني. لن تعيش دوله على وجه الارض وتستمر دون ان يكون عندها مجتمع مدني قوي بمؤسسات مستقله قويه. ليوافق من يوافق وليختلف من يختلف، والذين يقزمون العمل المدني والذين يغلقون مؤسسات المجتمع المدني هم غافلون، وهيدخلوا المجتمع المدني بتاعنا ودولنا في معادلة عادل إمام الفنكوشية. يعني هم اللي بيهدوا ويحاربوا ويقزموا المجتمع المدني ومؤسساته هم فناكيش، ها، من الفناكيش اللي كان بيتكلم عليهم عادل امام، بيقول من العدل طالما احنا عملنا فنكوش يبقى لازم نبيعه للناس. ايه هو الفنكوش يا علي؟ علي بيقول لي هو الفنكوش، قال له اي حاجه، نبيع لهم اي حاجه. فهنا مربط الفرس، مجتمع مدني قوي
معناها حضارة ونهضة، معناها استقلالية، معناها أسر مستقلة، معناها شباب قوي، معناها 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 أشياء كثيرة جدا. يبقى من الأسرة للتربية للتعليم للإدراك للوعي للمناصرة للمبادرة الجمعية للمجتمع المدني في دولة اللي هي الاستقلالية. أما دولة عادل إمام والفنكوش فهتوصلنا لفنكوش عادل إمام اللي إحنا مش عارفين هو إيه لغاية دلوقتي، تقريبا بنسميه الإرهاب. أنا ليه وضعت الصورة دي كده لوحدها؟ تتا أوقاف 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 وهفضل أكتب أوقاف 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 وحطيتها لوحدها لوحدها، لأن الأوقاف في عالمنا الإسلامي أممت بل أصبحت وزارتها القائمة عليها من أسوأ الوزارات إيه؟ إدارة، ومن أسوأ الموظفين إدارة، ومن أخطر الوزارات التي فيها تسيب وفساد منذ ما أنشأت مثل هذه الوزارات. لذلك أحجم الكثير من أبناء الأمة العربية والإسلامية عن عمل أوقاف في بلادهم، وخرجوا يعملوا أوقاف في بلاد أوروبية وبلاد أمريكية، وده خطير جدا. الأوقاف هنا هي سبب قوي جدا في استقرار المجتمع وبناء المراحل التعليمية المختلفة وتدريب الشباب وبناء الشباب الذي يؤدي إلى حرية وقوة العمل النيابي والعدل المجتمعي. فلما نتكلم على الأوقاف نجد أننا نعاني كوطن عربي أو كوطن إسلامي من فقر كبير. لو دخلنا أوروبا وأمريكا لكن المؤسسات الوقفية اللي موجودة هناك تتحكم في مليارات من الدولارات، سواء كانت في التعليم او في الصحه. شوف مثلا بيل جيت، اسمها بيل جيت فاونديشن، فيها يمكن 200 مليار او 150 مليار دولار، نشأت حديثه موقوفه للتعليم. شوف نجد هارفارد في عندها المعلن 36 او 37 او 68 مليار الجامعه من الجامعات فقط، جامعه خلاف الكنائس وخلاف الايه المؤسسات البحثيه وخلاف المؤسسات التعليمية الأخرى. يعني هو ده اللي مثبت المجتمع كمواطنين كمدنيين يحموا دولتهم ويكملوا دور الحكومة. حينما تستقر مثل هذه الجمعيات في بناء المجتمع المدني نستطيع أن نبني عمل نيابي قوي من خلال البرلمانات ومجالس الشورى، ليس بالتعيين. ده كان عندنا شعب في ملايين، لابد الشعب يختار نوابه من كافة الطوائف بغض النظر عن منهم، من يخدم ينتخب ومن يصلح يصدق بغض النظر هو رجل أو امرأة، مسلم أم غير مسلم. مش دي المشكلة عندي، المشكلة عندي من يخدم الوطن ومن يخدم المجتمع في مناخ المجتمع المدني القوي اللي تدعمه الأوقاف التي تساعد الحكومة، الأوقاف المستقلة. من الأشياء التي تهدم المجتمعات في مجتمع الفنكوش بتاع عادل إمام هو تشويه الرموز وطمس التاريخ وتغييره وطمس الحضارات وتغييرها. أنا كنت مثلا في سنة 2012 كان عندي محاضرة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة في القاهرة اللي هو جنب النادي الأهلي ده، وكنت عايز اتكلم عن مصطفى كامل، محمد فريد، وسعد زغلول، وكل ونحاس باشا الى اخره، وعلي مصطفى مشرفه، وكل الرموز القويه دي كلها وغيرهم. مجرد ما قلت كلمه رمز الشباب هاجوا في القاعه. قلت له انا عملت ايه؟ بقول رمز نجم. لا مش عايزين الرموز، الرموز كلها منفسده. الاعلام هنا كان دوره سلبي جدا، سلبي في منتهى السلبيه، لان كان اعلام الفنكوش اللي كان بيتكلم عنه عادل امام اللي هو عمل فنكوش مش موجود، وبعد مش موجود للناس اللي هم بيقول لك ايه، هو الاخر جمله قالها ايه؟ قال لعادل امام لاحمد راتب الحمد لله، قال له الاغبياء
اشتروا حاجة ملهاش وجود، الأغبياء اشتروا حاجة ملهاش وجود. فلما الإعلام هنا هدم الرموز كلها بلا استثناء، وأنا عايز أتكلم عن مصطفى كامل ومحمد فريد وكذا 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 وكذا، العمالقة اللي بنوا المجتمعات دي، الشباب هاجوا على كلمة رمز، لأن أصبح الرمز تغير، والذي أفسد معنى الرمز هو الإعلام اللي هنتكلم عنه. التاريخ تغير، فده مجتمع الفنكوش اللي هو بيجعل من التاريخ يزور التاريخ ويطمس الحضارة ويغير الرموز. لكن لو عندنا الثلاثية دي قوية، مجتمع مدني قوي معتمد على أوقاف مستقلة، بيبني عمل نيابي مستقل، ها يقيم العدل من أجل بناء الوطن، يقيم العدل من أجل بناء الوطن، تمتع فيه بالحريات، هيبتدي نحافظ على الرموز ونحافظ على التاريخ ونبني الحضارة ونستمر في بناء الحضارة، وندخل في مجتمع الفنكوش بتاع عادل الإمام اللي بيقول له إيه يعني، طالما إحنا إيه عندنا فنكوش يبقى نبيعه للناس. شايفين هو الفنكوش؟ يبقى هنا الصحافة والإعلام والأدب بيعتمدوا على ده، على الاستقلالية بتاعت الأوقاف، على العمل النيابي اللي بيدافع عنهم. النواب هم اللي دافعوا عن الإعلاميين وعن الصحافة وعن حرية الصحافة وعن الأدب، ودعوا لكل هذه الأشياء أخلاقيات من داخل مؤسسات نقابية لهذه المؤسسات، نقابات في الأدب، نقابات في الإعلام، نقابات في الصحافة إلى آخره، لما يكونوا جزء من هذا المجتمع المدني الكبير، علشان يبعدوا عن مجتمع الفنكوش اللي كان بيتكلم عنه عادل إمام، اللي دخلنا في بالونة أو فقاعة الفنكوش اللي بيسموها دلوقتي إرهاب، ونحن عارفين الإرهاب ده هو إيه ولا جاي منين. وده طبعًا كل هذه الأشياء بيحافظ عليها الفن والإبداع والثقافة، بيحافظ عليها الثلاثية هذه. مجتمع مدني قوي، جمعيات قوية، أوقاف مستقلة، عمل نيابي قوي، يبني العدل لبناء الحرية بتاعتنا. كل هذه الثلاثية اللي هم إيه؟ الثلاثية دي بتنبني على هذه الثلاثية اللي هي أصلاً بتبدأ من الأم، وبتبدأ من الأسرة، وبتبدأ من الشاب اللي بيتزوج. أنت مش متجوز واحدة ها تفرجها لأصحابك، وأنت مش متجوز واحدة واحد يبقى شنطة في إيدك كده، أو شنطة على كتفك، أو خاتم في صباعك، كل ده كلام فارغ. ما نستطيع منكم الباقة فيتزوج. الباقة فقط مش الفلوس، لا، الباقة كمان تحمل المسؤولية والتنازل عن الشخصية الفردية ليا من أجل بناء الأسرة. يبقى ثلاثية وثلاثية وثلاثية. طبعا أنا اتكلمت في الأول على إن دلوقتي مجتمع عادل إمام بتاع الفنكوش ها اللي بيتكلم فيه كيف عن مسابقات وهمية. مسابقات وهمية بيخش فيها الشباب وضيعوا أحلامهم وابتدوا علشان يكسبوا المليون والاثنين والخمسة والعشرة، ولا نشغل الشباب ببناء المجتمع من خلال بناء الجمعيات وبناء مؤسسات المجتمع المدني. نرجع مرة أخرى نلخص في شريحة ثانية ولا كلهم فرصة؟ نرجع مرة أخرى نلخص، هنا في ثلاث ثلاثيات، ثلاثية أساسية اللي هم أو يعني اللي هو الرباعية الأولى دي اللي هي واحد اثنين ثلاثة أربعة، أو الثلاثة دول ها بيؤدوا إلى بناء الثلاثة دول، الأسرة ونظام التعليم والمعرفة والوعي بيؤدي إلى بناء الثلاثية دي اللي بيؤدي إلى المحافظة على الرموز وحرية الصحافة والإعلام والأدب والثقافة والفن والإبداع، ولا يجعلنا ندخل في عالم الفنكوش ونصبح نحن الفناكيش كما قال فيها الأستاذ عادل إمام أو أحمد راتب رحمة الله عليه. أشكركم جميعا ونراكم غدا في نفس المحاضرة بس من عالم فنكوش الغربي باللغة الإنجليزية. Tomorrow إن شاء الله at 6 o'clock we'll do the same talk again in English. The English to the English speaking. I don't know how can I good go to translate فنكوش to. But it should be I know bubble is one thing, but فنكوش is something we have to put it in the English dictionary. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.